فرصه. انا بقول ما نديش لحد فرصه ابدا، وما نشككش في بلدنا، وما ناخدش موضوع انه البعض يتفزلك بقى. يتفزلكوا وانتوا بتفزلكوا على ايه؟ وانت النهارده بتتهم بلدك من غير ما حد اتهمها، عشان ايه؟ منك ليه يعني هنا وهنا واحد او واحده او غيره او بعض يعني بيحاولوا يتهموا بلدهم قبل من غير ما حد يتهم بلدك. انت عايز تلبس بلدك ليه؟ كل حاجه وفي الاخر بيثبت انه بلدك صح وموقفها صح. ليه يا جماعه؟ ما بالراحه كده على نفسكم شويه، اهدوا على نفسكم شويه. بعض الناس الكلام اللي بيقولوه محدش يستفيد منه ابدا الا اعداء مصر، الا اعداء مصر. اوعى تفتكر لما انت تقول الكلام ده هم هيبقى مبسوط منك ان انت، بس في الاخر ما بيقول لك ان انت ايه، بيشتموك برضه، بيشتموكوا برضه واحنا ندفع الثمن. لا، بلدنا هي النهارده بلدنا، احنا الضحايا، شركتنا هي الضحيه. خلينا طبعا اعرض على حضراتكم مجموعه من صور الضحايا، واللي ندعو لهم جميعا بالرحمه، مجموعه من الصور اللي يعني تم تداولها على مدى الايام الماضيه. كابتن شقير، وشقير طبعا من مواليد سنه 80، مركز جهينه، يعني قريبنا بمعنى الاصح، مركز جهينه محافظه سوهاج، وطبعا مع المساعد طبعا ايضا يعني مساعد الطيار نعم احد الاطقم طبعا، واطقم الضيافه، مجموعه من اطقم الضيافه، مضيفين مضيفات اللي موجودين على كانوا على متن هذه الطائره، ندعو لهم جميعا بالرحمه. وهنلاقي مجموعه طبعا من الركاب ايضا موجودين كانوا على متن هذه الطائره، والاطفال وبعض الاسر اللي كانوا موجودين ايضا، ويمكن مصريين واجانب كانوا على متن الطياره، هذه الطائره اللي تم يعني ارتكب الحادث وسقطت يوم الخميس قبل ان تصل الى مصر. وزي ما احنا تابعنا مع حضراتكم مجموعه من طبعا اطقم الضيافه واللي كانوا والركاب اللي كانوا على متن هذه الطائره، بنحاول يعني يكون ايضا نتذكر هؤلاء الضحايا، وندعو لهم دائما وجميعا بالرحمة، ويعني ربنا يصبر أسرهم ويصبرنا جميعا، ويصبر كل واحد بيحب بلده، مخلص لبلده، ونساند بلدنا، لأنها في الآخر هي محنة بنتعرض ليها ضمن المحن الكتيرة جدا اللي بتتعرض ليها بلدنا. بجد كل شوية بنشوف هذه المحن، وبنخرج دايما من كل محنة أقوى من اللي قبلها، ونفضل بنقول الكلام ونكرره دايما، المحن دي هتواجهنا والمشاكل دي هتواجهنا، ونفضل نشوف وهنواجه كل هذه المشاكل. يمكن المضيفة يارا، نشوف يارا، لأن يارا ما حدش اتكلم عليها، ويارا طبعا اللي موجودة قدام حضراتكم برضو، يارا بندعو لها بالرحمة لأسرتها، يا رب يصبر أهلها وناسها كان النهاردة يعني، وصلوات الغائب على كل الضحايا، سواء في المساجد في الكنائس، لكل واحد من ضحايا حادث سقوط الطائرة، طائرة مصر للطيران. ولكن دايما مصر للطيران تاريخ محترم، تاريخ مشرف، مجموعة كبيرة جدا من الطيارين المحترفين، من أصحاب الكفاءات في العالم، يتكلموا على 2 في العالم كله، طيارين 2، الطيار المصري والطيار الباكستاني، أمهر طيارين في العالم قبل الأمريكي والفرنسي والبريطاني والروسي، الطيار المصري، الطيار المصري المقاتل، الطيار المصري المدني. اوعوا في يوم من الأيام يشككك في طيارينك، اوعى حد يشككك في بلدك في أي وقت، في أي وقت. طائرة وطنية، شركة وطنية، كل الناس اللي فيها ما عدا الإخوان، وبناشد مرة تانية الكابتن هشام النحاس مرة تانية، الإخوان اللي عندك من فضل حضرتك فيش أي مشكلة. أنا مش بتهم هنا حد عمل لا خالص، ولكن أنا بتكلم بشكل عام حالة الشماتة اللي بدأت من عندكم، من مصر للطيران، من العاملين في مصر للطيران اللي بيشمتوا واللي بيحاولوا يشوهوا سمعة هذه الشركة. طب ما الشركة دي لما يبقاش في شركة، ما أنت هتبقى تقعد في بيتك، ولا هتقعد في بيتك وتنضم لاخواتك هناك بره، لو انت مش عاجبك مصر الطيران انت وهو يعني. ف
فأرجو رئيس مصر للطيران أنا بقول